أخيرة، تلغراف رسالة قصيرة جدا توجهها للذي يقدم الرشوة، ماذا تقول له؟ والذي يأكل الرشوة أيضا. كلاهما آثم، كلاهما ساهما في إفساد المجتمع. نعم. والإفساد خطير جدا. صحيح. الإفساد تتوزع الثروات بشكل غير عادل. نعم. وغير واقعي. تمام. فالذي يرشي يأخذ مال ليس له أساسا. نعم. كلمة تقولها لصاحب الرشا. إذا قيل ملعون من غير معالم الأرض. قياسا على هذا النص. نعم. يعني هذا الإنسان الذي يغير معالم قيم المجتمع. نعم. ويعيد صياغة قانون المجتمع بطريقة أخرى على باطل وحرام، فماذا تكون النتيجة؟ الراشي ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي بالنص. ملعون. ملعون. لعن الله الراشي والمرتشي والراش. الوسيط. الوسيط. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيكم. واللعن طبعا طرد من رحمة الله. والعياذ بالله رب العالمين. له توبة. إبليسي. نسلم. لكن إذا تاب. التوبة لها أركان كبيرة. ويخرج الرشوة، الرشاوة التي أخذها، الرشا التي أخذها. لابد إذا كان قد اقتطع بها حق امرئ، يعني أدفع رشوة وخد قطعة أرض ضخمة. بالله عليك التوبة صعبة مش سهلة يعني على الأمور المادية، ده بيستعبط من الأول. هو هيستسهلها، يستسهل الحرام ويستصعب الحلال. والله لو وددت إفراد حلقة كيف تكون التوبة بالفعل، خصوصا في هذه المشاكل، لو قطع أرضا ليست لها ماذا يصنع فيها بالفعل. يعني. شكرا لكم.